فما كراه بيعاونوك باش تنقص من الكونسوماسيون تاع الكربيرون. اول بروتوتيب الكراه هذوما تصنع عام 1997 واللي هو تويوتا بريوس الكهرباء الهبريد. قولولنا في لي كومونتير شنو رايكم في الكراه الهبريد كان جربتو سوقته. كهرباء هبريد معناها فيها موتور ترميك وموتور الكتريك وباتري. الهدف من الكراب هذه انها تستعمل لدو انرجي مع بعضهم باش تنقص من الكونسوماسيون تاع الكربيرون اللي توصل حتى ل 40% وتنقص من الديجاجمون تاع CO2. نلقاه في الكراب هذوما زوز انواع. النوع الاولاني هو اوتورو شارجاب، يعني الباتري اللي فيه تتشارج من الموتور ترميك ومن الفريناج، والكالكولاتور هو اللي يحدد وقتاش الموتور الكتريك يخدم وحده ووقتاش يخدم اون باراليل مع الموتور ترميك. وفما الروشارجاب، يعني اللي لازمك تشارجي الباتري مانيوال من البورن درو شارج. والنوع هذا بالذات نجم تختار انت تسوقها يا او مود الكتريك كهو يا بالكربيرون كهو يا زوج مع بعضهم. او مود الكتريك الكراب هذوما ينجموا يهزوك بين 50 و 100 كيلومتر على كورو شارج. وسوم الكراب بريد ما يبعدش برش على سويم في نفس الموديل كي تكون ايسونس ولا مازوت. تنساوش باش تعملوا ابوني في جو الميكانيك.